السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ عساكم طيبين، ورجعنا لكم اليوم بمراجعة جديدة، ألا وهي زي ما انتم شايفين المصارعة، الحب الأبدي، الضرب، اسمه الضرب، المهم المصارعة صراحة هي فيها، يعني إذا تحب المصارعة اشتريها من الأخير، يعني أقولها لك. مع ان في اشياء بالمصارعة لسه ما تغيرت، بس هذا الجزء يعني احسن. كل سنة هي المصارعة تتطور، مثلا اخس جزء كان يعني بالجيل الجديد، كان اخس جزء هو حق جون سينا، يعني حق 15، ثم جاء 16 حق ستيف اللي عليه ستيف اوستن، تحسن شوي. جاء 17 اللي عليه بروك لازنر، تحسن، احسن من اللي قبله. وجاء 18 اللي عليه سيث رولينز وأحلى، وجاء هذا الجزء اللي عليه اي جي ستايل وأروع. ليش أقول يعني كل سنة مثلا الرسوم تتحسن، مثلا يدخلون لك في أطوار، مثلا يحسنونه، مثلا طور اليورفنسر ذا شايفينه، والقصة عيب عيب. المهم تحسن القصة أحسن وأحسن وأحسن، يعني مو ذاك التحسن على وقتها يعني. بس أنا أشوف أحسن قصة حقت الجزء ذا أحسن من قصة 18. 18 يعني تجيب لك الملل، 17 تجيب لك الملل، و16 تجيب لك الملل برضه، و15 تجيب لك أمل أمل أمل. 15 ذا ما جربته، ما وطنت، ما ضمته من اول ما انا شغلته، يعني ذيك السنة سحبت على المصارعة. وجاء 16 ورجعتها شوي على خفيف، 17 ادمنت، 18 ادمنت، 19 ادمنت، لان في تحسن احسن، كل جزء يتحسن ما شاء الله. هذا شيء يحسب للشركة الناشرة والمطورين. طيب وش اللي يميز هذا الجزء؟ الجزء ذا في طول القصة هذا، مع ان يعني مثلا القائمة الرئيسية يعني اعتبرها سلبية، يعني اشوف افضل احسن قائمة هي قائمة 18، خصوصا 18 هذه تلخبط شوية، لازم تسوي كذا. وذيك على الاقل ذيك شكل تسامح حق 18، لو كنت قدمت مراجعة كنت شفتوها، بس خلاص شيل الجديد ما يحتاج اقدم مراجعة. المهم طيب، طور الفرنس السنة دي يعني سحبوا عليه، يعني مش سحبوا عليه، مثلا انا اقول لك يعني كان في تروفيات كثيرة، في يعني في تحديات، يعني السنة دي ما في ولا تحدي، اللهم تلعب 50 لعبة يطلع لك تروفي واحد بس. ويعني في سلبية، الشيء الثاني السلبية يعني هي مستمرة من الجزء اللي فات، حقت مثلا العدوات، مثلا تدخلت فيها انت الحين زي وش تسوي بالطور ذا، انك يمديك تنقل مصارعين في العروض، تحطهم باي عرض تبيه، وتغير في المباريات، مثلا تخلي مباراة على حزام، على شيء، على يعني كانك تتصرف كانك مدير عام، ولا يمديك تلعب اللعبة وتفوز بالمصارع اللي تحبه. وفي يعني في شيء ثاني يعني كويس في الطور ذا، انك ما تسوي محاكاة كذا، يجيك محاكاة وخيار اللاعب اللي انت تبيه يفوز، اذا ما تبي تلعب مباراة يمديك تختار اللاعب اللي عكس 18 اللي كان محاكاة تحدد حظك عاد. المهم وش كده السلبية؟ ايه يعني العدوات مثلا الناس ما فيها تمثيل صوتي، في بعض الاخطاء برمجية، مثلا اذا اخترت بول هيمن مثلا يعني مدير اعمالي وسوي ترويج، هو بول هيمن هو اللي يسوي الترويج، اللعبة يصير فيها جليتش، ما ادري وش السالفة، ما ادري، هذه اول ما جربت اللعبة سويتها، ما ادري الحين والله صراحة ما ادري ضبطوها ولا. وبس والتحديات بعض المرات تخرب، مثلا تحديات قصيرة تستمر معك لمدة
يعني مدة 4 شهور 5 شهور على حسب نظام اللعبة. ما ادري يصير نفس الاخبار نفس يعني ما يعني بعض العدوات ما الام ما داعي، المفروض يحسنون من نظام العدوات. مثلا يسوون عداوة بين يعني كذا زي ما صار على العيدي. يعني مش اقول لك هذا يعني. طيب والشيء الايجابي الثاني في اللعبة الماني ذا بنك مثلا، الحين اول ما كان يدخلون بالحقيبة ما يمديك تفرح فيها، الحين يمديك تسويها وتدخل فيها عادي. اري وهني يمديك تسوي عيب. وين يمديك تسوي هني هذا حقت وين هذا الانشاءات، تروح للبطولة دقيقة ما اذا ما بتسوي حقيبة اللي تبغاها. طيب خلونا نفتك من هذه. في الحين رجع طول القصة زي ما قلت لكم، قصة اسمها كالعادة دقيقة حقت ال دقيقة وين هذه، في قصة داني براين مع اني اشوفها حلوة بس فيها سلبية واحدة، انك لازم تسوي نفس الحركات اللي اول. يعني اللعبة تعلمك وش صار فوز ايه صح، المفروض يقدمونا كتاريخ ويخلونك انت لك الحرية انك تسوي اي شيء في الحلبة. مثلا يقول لك يطلب منك سو ما ادري شك داون، ما ادري روميا الشقلبية، ما ادري شيء زي كذا. يعني ما كانك تقدم شيء يعني في اللعبة شايف. المهم وفي القصة الرئيسية هذه يعني كويسة، فيها تمثيل صوتي للمصارعين يعني القصة يعني تحمسك، يعني تضحك بعض الأحيان يعني كويسة. طيب وش ثاني، بلا 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 لإنشاءات المجتمع يعني، والسيفرات يعني تحسنت شوي صراحة. أول 18 يعني كانت مرة من جد سيئة، ما كان يمديك تلعب، والحين يمديك في شيء سلبية ثانية، صار تجميع النقاط صعب في اللعبة. أول 18 كان يمديك أوصل 200,000 نقطة بعمة اللعبة بسهولة، الحين لا، الحين 27,000 لأن كل مباراة يعني يدوني حول 100 إذا جبت نجوم كاملة. يعني وش الفائدة، أول كانت 500 اللهم إنك تسوي ترويج وتكسب أكثر، بس هذه تاخذ وقت. والشيء الثاني برضو استمروا على نظام الباكيجات، يعني الباكيجات هذه الفيفا مو المصارعة يا شو اسمه 2K، يعني اتمنى يشيلون اوب عيب عيب. المهم وش ثاني، يمديك تسوي مصارع وزي كذا تفلات في اللعبة. طيب وش ثاني طيب ايجابيات اللعبة تحسنت في الرسوم احسن من 18، طور المهنة كويس، والقصة حتى اليورفنسل يعني كويس يعني شايف منها الجوائز، وفي نظام ثاني كويس حقت نظام ما اسمها اسمها مشكلة. المهم في حركات تسويها تاخذها. طيب السلبيات يعني القائمة يعني معقد شوية، 18 احسن. في اخطاء تقنية في يعني التحديات يعني مش اسمه اللي قلتها قبل. طيب بعض المرات السيفرات تعلق عليك. المهم يعني في النهاية زبدة الكلام، اذا انت تحب المصارعة زي ما اقول لك الفيفا البيس، اذا انت تحب اللعبة ذي تحب المصارعة خذها نصيح، وانت حاب تجربها اشتريها وقت التخفيض عمينا، ترى حجم اللعبة فوق 50 جيجا يعني للمعلومية. طيب ان شاء الله استمتعت في التختيم في المراجعة دي، والسلام عليكم.